هناك مطالبات شفناها بتقول يجب أن يتوقف بث القنوات الإقليمية فضائيا والاكتفاء ببثها الأرضي. وده طبعا يعني شهادة وفاء لأبناء القناة القنوات الإقليمية، خلاص معناها أن أنا بنهيهم كده، سواء التالتة لغاية التامنة. في كمان اليوم تأخير صرف علاوات منذ 2017، تأخير ترقيات، تسويات مستحقة واقفة رغم استحقاق، مفيش إمكانيات للتطوير، الاستديوهات والمعدات ووسائل التنقل كلها مش موجودة. لذلك أنا بستغرب على الذين يطالبون بهذا الأمر، يقول لك هيوفر مليون، أظن مليون دولار علينا ولا حاجة بشكل. إيه يا جماعة في إيه؟ ده القنوات المحلية والإقليمية فايدتها في المناطق الموجودة فيها كبيرة جدا، تتبنى مشاكلهم وبتخلق لنا نجوم، نجوم من المجتمع المدني بنشوفهم. يعني أنا عارف القناة التامنة عندنا اللي هي قناة طيبة في الصعيد، تعالوا شوفوا دورها، دورها ممتاز جدا والناس بتشوفها وبتتابعها. أجي النهاردة مطلوب إن أنا أنزلها من فوق، وأنت بتنزلها من البث الفضائي عشان تقفلها بعد كده؟ لا ما ينفعش. التلفزيون المصري لمن لا يعرفون سواء في قنواته الرئيسية أو في الإقليمية يؤدي دورا لخدمة هذا الوطن. صحيح أنهم تعبانين ومزعين ما بياخدوش حاجة، اللي بياخد 2000 جنيه، اللي بياخد ما يكفوش أي حاجة في أي حاجة، لكنهم متحملين وصابرين وبيتكلموا. فأنا الحقيقة بناشد زملائي في مجلس النواب أن يقفوا مع التلفزيون المصري وأن يقفوا مع القنوات الفضائية. لما القناة الأولى بدأت تتطور شوفوا إزاي الشكل اتغير، يعني الإمكانية موجودة يا جماعة، يعني نقدر نطور التلفزيون المصري ونرفع رواتب الناس اللي فيه عشان يعرفوا يعيشوا وعشان يعرفوا يتعاملوا. وصدقوني كل القنوات الخاصة أغلبها من أبناء التلفزيون المصري، والإذاعة المصرية لازم نحرص تماما على مسبيرو بكل ما يملك، لأن الخطاب الثقافي الخطاب الإعلامي اللي بتوجه من مسبيرو صدقوني سيبكم على الكلام بيلقى مصداقية في الشارع المصري. فإحنا محتاجين هذا الأمر نبص له بنظرة أخرى، ونحافظ على قنواتنا الإقليمية، وندي معاش الناس المتأخر بتوع المعاشات، سواء العلاوات المتأخرة سواء نهاية الخدمة، كل الحاجات دي مفروض ياخدوها، ده حقهم الطبيعي عشان يقدروا يعيشوا ويتمكنوا من العيش.